أهلا بكم معنا ويلا نحكي عربي. من الأخطاء الشائعة في اللغة أيضا قولنا ذهبت إلى معرض السيارات أو معرض الكتاب، والصحيح معرض بكسر الراء. وأيضا قولنا صمام الأمان، والصحيح صمام الأمان أيضا بكسر الصاد. أيضا كلمة صحافة، فالصحيح قول الصحافة بكسر الصاد لأنها على وزن فعالة، مثلها مثل زراعة وفلاحة.